أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة معنا شاعر وإعلامي برع بتقديم نفسه من خلال الشاشة الصغيرة حتى يصل إلى الأمة الكبيرة. في الخليج العربي كان صدى رسالته واسعا على مستوى الثقافات المتعددة، وكذلك استطاع أن يحفر اسمه عميقا في أذهان كثيرين، ليس فقط على امتداد خريطة الخليج وإنما في مناطق شتى. ضيف هذه الحلقة من بيت القصيد الشاعر والإعلامي والمدرب أيضا في مجال الإعلام والإلقاء الدكتور عبد الله فرج المرزوقي من دولة قطر. حللت أهلا ونزلت سهلا دكتور عبد الله، أهلا بك في بيت القصيد. أهلا ومرحبا بكم أخي الكريم وبمشاهدي تلفزيونكم المبارك، أن حللتم وأن نزلتم فمحلكم في القلب وعلى العين وعلى الرأس. حياكم الله دكتورنا الجميل. طبعا وجب قبل أن نبدأ الشعر والنقاش مع ضيفنا أن نتطرق إلى شيء من سيرته الذاتية بعجالة. الدكتور عبد الله فرج المرزوقي التحق بركب الإعلام مشاهدينا الكرام عام 73 ميلادية من خلال تقديمه برامج الأطفال بإذاعة قطر مع الإعلامية أمينة الكواري. وفي أواخر 1977 انضم إلى أسرة المذيعين بتلفزيون قطر الرسمي، وقدم كذلك خلال مسيرته التلفزيونية العديد من البرامج الثقافية والأدبية والحوارية والاجتماعية إلى جانب قراءة نشرات الأخبار. كما أن من أشهر برامجه التلفزيونية التي عرف واشتهر بها البرنامج الديني الأسبوعي اسألوا أهل الذكر. وكان تلفزيون قطر أول تلفزيون عربي يقدم برامج دينية على الهواء مباشرة ولمدة نصف ساعة تلفزيونية وبمشاركة المشاهدين من خلال طرحهم للأسئلة الدينية. أما من أشهر ضيوفه في حلقاته ببرنامجه الدكتور عبد الله فرج والعالم الراحل فضيلة الشيخ محمد الغزالي، إلى جانب الدكتور محمد عمارة والدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور الراحل يوسف القرضاوي والشيخ صلاح أبو إسماعيل. كذلك اشتهر الدكتور عبد الله المرزوقي الشاعر والإعلامي، اشتهر ببرنامج ديني آخر ألا وهو تأملات في سور القرآن الكريم، وكان يقدم على الهواء مباشرة أسبوعيا وبمشاركة من المشاهدين، وشارك في العديد من المؤتمرات العربية والمحلية، وشارك أيضا في العديد من البرامج في الدول العربية ضيفا للتحدث عن اللغة العربية والثقافة والتربية والتعليم، إلى جانب براعته في التدريب الإعلامي داخل دولة قطر وخارجها. نرحب بك من جديد الإعلامية الدكتور والشاعر عبد الله فرج المرزوقي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. بارك الله فيكم كما بارك الله في بيته الحرام. حياكم الله. هذه السيرة التي تتوجها بالكثير من الإنجازات دكتور عبد الله هي سيرة ربما كانت ثقيلة في ميزان نفسك تحثك على أن تذهب بعيدا في هذا المضمار. أكثر ما يشغل بالك دائما بعد هذه السيرة، ما الحافز الذي يشغلك دائما، الهم الذي يحركك بشكل مستمر؟ أولا يا سيد الكريم، أنت تعلم بأن الأديب أو الأدب بجناحي، شعرا أم كان أم نثرة. نعم. وما سمي الإنسان إلا لأنسه، وما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب. رحم الله عباس العقاد، والشعر من نفس الرحمن مقتبس، والشاعر الفذ بين الناس رحمن. يا سلام. أخي الحبيب، ليتكم كنتم قد كنت معكم في حوار كان في وقت كانت الأمة العربية والأمة الإسلامية، أعني الأمتين العربية والإسلامية بل والبشرية كلها، كانت تزهو وتطرب فخرا وماذا وزهوا. ولكن للأسف نحن كما نشاهد ونتابع الآن الأخبار والأحداث، هذه تطرب أيضا، تطرب من؟ تطرب الأديب والكاتب والشاعر. لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. يا الله. هل تريدني أن أتحدث عن اللغة العربية
أم عن الشعر العربي أم عن حال الأمة العربية التي يرثى لها اي والله هذه الأمة. كنا قلادة تجيد الدهر فانفرطت عن يمين العلا كنا رياحين. عن ماذا تحدث يا أخي الكريم؟ لقد ملأوا قلوبنا قيحا. أين اتجهت تجد الأمة العربية قلوبنا تنزف دما عبيطا؟ تذهب إلى أين؟ إلى اليمن، إلى العراق، إلى مصر، إلى الشام، إلى غزة بني هاشم. إلى أين؟ تجد أن الأمتين العربية والإسلامية ماذا؟ تنزف قلوبنا والله دما عبيطا. إنها الدنيا، يا الله. إنها الدنيا. لم يكن بودي أن أبدأ معكم هذه البداية المؤلمة المرة، لكنها هي الواقع. أيريد العالم أن نغير مسارنا ومسيرنا ومصيرنا كما يفعل المطبلون؟ نعم. غيرنا لا، نحن أمة، ولكن للأسف إنها الدنيا. حتى وإن أرى كانت غنما المقدمة تأكل ما يا تهوى. دكتور، حتى وإن كانت المقدمة فيها من الألم ما فيها، إلا أنك تضع يدك على الجراح، وهذا من الأمانة وأي أيضا. جراح، وأي جراح، بل هي جراحات، بل هي سيوف، قلقل السيوف يا أخي، وهي في غمدها قبل سلها، ثم أتبعوها بماذا؟ أتبعوها بخطن. لا علينا أن نحارب غيرنا وندع إخواننا. هم أصبحنا يا سيدي الكريم كطفل مل من ثدي سقيم، فمال عن الرضاع إلى الفطام. يا الله. هذه الأمة العربية كالعيس في البيداء، يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هل ترى الآن أن المقامات، حتى المقامات التي عرف بها بلاد الرافدين، نعم. عرفت بلاد الرافدين العراق، يعني معروفين بأهل المقامات. نحن الآن يا أخي الكريم في مقام ماذا؟ مقام البيات. لا والله، الذي هو أشد منه مرارة مقام الصدى. وبكاء وحزنا، اللامي، نسبة إلى بني لام أو لام، بعد أن كانت الأمة تؤذن في مساجدها بماذا؟ بمقام الحجاز والبيات. الآن أصبح للأسف غناؤنا لاميا من بني لام. ولكن ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟ فاستغني بالله عن أبوابهم كرما، إن الوقوف على أبوابهم ذل. حقيقة تألم الإنسان، وألمتكم وآلمتكم معي، ولكن لا بد أن نعيش دكتور عبد الله، الحال. قد نعم يتساءل سائل، اسمح لي أن أناقشك هنا بعد هذه المقدمة التي من خلال ما طرحت بها من أوجاع تعكس عروبتك العالية وانتمائك لهذه الأمة التي لا يمكن لها أن تنكسر. قد يقول قائل، يعني ما لك وكل هذه الأحزان؟ لماذا تحمل كل هذه الأحزان على ظهرك؟ هون وخفض على نفسك قليلا، ماذا ترد عليه؟ يا سيدي الكريم، من يقرأ التاريخ الإسلامي منذ عام 38 للهجرة، كانت بداية ماذا؟ لانطلاق لهذه الفتن بعد رحيل من؟ سيد الخلق محمد بن عبد الله، ومن ثم مقتل عثمان ومقتل سيدنا علي بن أبي طالب عام 41. أنا أرى أن الأمتين العربية والإسلامية لبست السواد يا الله. وأعلنت الحداد منذ عام 41 وحتى الآن وإلى قيام الساعة. ولكن لا، مهما كان ومهما إن الأمور إذا التوت وتعقدت، نزل القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها فلعلها أن تنجلي، إن شاء الله. ولعل الذي عقد الأمور يحلها. لا نيأس من روح الله، بل نوظف القوم. وهذا يؤكد أن ليس الخير لها والأمل من دون باقيان الله في هذه كاشفة. الأمة. نعم، هذا يؤكد أن الخير والأمل باقيان في هذه الأمة، هذا طبعا القول. الخير في أمتي ليوم القيامة. الأرض لا تخلو من الصالحين، ولا تخلو من العروبيين، لا العروبيين نسبة إلى العروبة يوم الجمعة. وأيضا الآن سبحان الله عادوا إلى الأخوة في فلسطين. ذكرتني الآن بالعروبة والعروبة. في الجاهلية كانت العرب تسمي يوم الجمعة بالعروبة، نعم. أي يوم الجمعة. أصبحت الآن العروبة والعروبة، فأعادوا المجد
ونحن أحسنت لا نملك لهم ماذا إلا الدعاء. أحسنت فلا عجب يا سيد الكريم رحم الله البحتري، فلا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجمي، إيه. فحربة وحشي سقت حمزة الردى، وموت علي من حسام بن ملجمي. يا من الله قائل وما أنا بقائل أخي الكريم عن حال هذه الأمة التي تبكي وتدمي العين والقلب معها. أحسنت كثيرا يا دكتور. يا غزة العز يا أيقونة الشرف، قلبي اصطفاك ولم ينحز إلى طرفي، قلبي على الأم تخفي دمع حسرتها وفي الملامح تأريخ من الشظف. أنا وهبتك إنها قلبي الدنيا قبل محبرتي، قلبي هو الزاد أما الماء من كتفي. إلى شيء من الشعر أو ما تحب أن تسمعنا إياه يا دكتور، تفضل. والله يا سيد الكريم أنا ناقد وكاتب وإعلامي، لكنني ما نظمت شعرا، نعم ولكنني أحب الشعر وأقرضه كما يقرض الفأر الصابون والخبز من هنا وهناك. اقرأ لنا مما وأحب أعجبك إذن. والله لا حال الأمة العربية الآن، يعني للأسف حال كما ترى، لا تحسبوا رخصي بينكم طربا، فالطير فالطير يرقص يرقص مذبوحا مذبوحا من من الألم. الألم. وأي ألم يا أخي إيه. الكريم، ما الذي يجري الآن في غزة؟ فعلا والله ما سمعنا وما قرأنا منذ نعومة أطفالنا وما شاهدنا، ربما سمعنا وقرأنا في التاريخ بأن هناك دماء كانت تسال، وكتب بأن هناك كتبا قد ماذا قد أرمي بها في نهر دجلة والفرات، ولكن الآن شبعت الأنهر بل الأنهار في العراق، والعراق من عام 41 إلى يومنا هذا خير نعم شاهد التاريخ الذي نعيشه. لم أأتي بهذا الكلام من فراغ. أحسنت إخواننا العراقيون هؤلاء أهل الحضارة، أهل الثقافة، أهل العلم، أهل الوعي، أهل الفكر، أهل الثقافة، وخاصة في القرن الرابع الهجري من كل المشرق ومن العالم والمغرب كلهم جاءوا وربوا وتربوا. أين؟ في أرض البصرة في جنوب العراق معروفة، فلان الكوفي نعم البصري الشيرازي لا أدوى. أين؟ في منطقة جنوب العراق وفي العراق أرض مهد الثقافة وأهل الفكر. أين نحن الآن؟ هل تركنا هذا الشعب يا الله الغلبان؟ هذا الشعب المليء بالعطاء والفكر، مزقوه إربا إربا، فعلا هل تركوا فيه بيتا لا ينحو نحو البكاء والعويل؟ ألبسوهم السواد ورفعوا رايات السود، شعب له مكانته. اذهب إلى اليمن، هذا الشعب الجريح المجروح، اذهب إلى فلسطين، اذهب إلى سوريا، واذهب إلى لبنان. أن اتجهت تجد كالطير مقصوصا، ماذا جناحاه بل أرجله؟ ما هذا الذي يجري يا أمة الكلام؟ يا الله ثم يقولون يا أخي ولم أرى ظلما مثل ظلما يلاننا، يساء إلينا ثم نؤمر بالشكر. يا الله، ما هذا؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما وما لزماننا؟ للزمان عيب سوانا. نقول لا نستطيع أن نقول لأهل غزة قد كنا ندعو لكم والأرض قاحلة فكيف نغفل عنكم ساعة المطر؟ علها تكون ساعة غيث، والغيث اللهم آمين. والغوث لا يأتي إلا من الله على سبحانه سيرة وتعالى. غزة يا دكتور، على سيرة غزة، وحتى نعم نذهب في نقاشنا بعيدا وعميقا، ودعني أنتهز فرصة أنك محب للنقد العربي، وأنك مشتغل أيضا بالنقد الشعر والأدب العربي، وأقرأ عليك هذه القصيدة وهي لأمي وكل أم، وهي القابعة الآن في غزة تعيش فرج الله الحصار ونفس الله الصهيوني كربتها الظالم. وكربة كل مكروب. الله يحفظك. وأسميتها نداء الغفران، وأقول فيها لأنها سورة للضوء في بصري، أتلو هواها كأني شيخها الحصري، تغازل القمح في الطاحونة امرأة تنبي السنابل عن أيتامها الكثر، لها يمينان من جود ومكرمة، جلى بها الله حبا حسنها القمر. ما نفع قولك والأيام مظلمة، ما نفع قولك والأيام مظلمة،
والأيام مؤلمة والأيام مجرمة، ما نفع قولك والأيام مظلمة وأنت تنأى؟ وهذا البوح من حجري عاتبت بالشعر روحا بي مشردة، حنت كثيرا إلى أمي ولم تزري. كانت تهدئ بالكرسي قلب فتى عنها تلقى كتاب الله في سوري، وكان يأنس في أحضان نظرتها، فكيف بالحضن من بستانها النضري؟ أنا الصغير وأمي تلك واقفة بالباب، والباب لم يرأف بمحتضري. أنا الصغير وأمي تلك واقفة بالباب، والباب لم يرأف بمحتضري. أحن فوق حنين القهوة اختبروا صدق المحبة من شوق إلى خبري. أتوق للأرض، للفنجان، للأثر المحمدي، لقلب بلسم نضري، لكفها، لشقوق في اليدين، وبي ملح يصيح ألم تشبع من السفر؟ بلى لأمي أنا الظمآن من زمن لا ماء فيه، فما أشقاك من مطري. غدا، وأكذب وعد أن أقول غدا، غدا وأكذب وعد أن أقول غدا، فهل ستغفر يا أوجاع؟ اعتذري، عزاؤك الشعر فارسم كل قافية أما تضمك، واقطف حكمة القدر. حياكم الله مرة ثانية دكتور. إنها الدنيا أخي الكريم، إنها الدنيا. إن كنت تئن وتحن إلى أمك، ذكرتني بما أنكم قناة عراقية، يعني تفضل. اللهجة العراقية لها رونقها ولها جرسها على الأذن. فالأغاني العراقية، لاحظ يا أخي الكريم، كلماتها حزينة، ألحانها حزينة، ذكرتني يعني بماذا؟ غريبة من بعد عينك يا يمه، محتارة بزماني، يا من يرحم بحالي يا يمه، قلبي لو فرح أنتي فرحتي قبلي يا حبيبة، ترد الروح لو يمي قعدتي يا ريحك الطيبة، قضيتي لجلي أيام وليالي سهرانة عليا، لو شفت الألم أثر بحالي رضيتي بالمنية. يا سلام. حاجيني يا يمه، فهميني يا يمه، قلي بالله علي، ما هذه البحة العراقية؟ هذه الكلمات العراقية؟ ولا خالة شكو شنو الخبر؟ مرة عمه، مرة يمه، مرة وانت شلون عمتي؟ بيا ما افتهمتي، روحي كلها يمه، وانت شلون يا عمه يا عمه؟ شو اقول لك يا اخي؟ يا سلام يا سلام. إلى سؤال من شقين الآن يا دكتور. الشق الأول طبعا. عن مكانة اللغة العربية في نفس الدكتور عبد الله المرزوقي، ثم عن مكانة اللغة العربية في مجتمعاتنا انطلاقا من وجهة نظرك وكيف تراها، تفضل. والله أرى كأن ثمة عداوة بين الأمة وبين لغتها. يا الله، والله يعني أصبح يا سيدي الكريم، شوف المذيعين الآن في العالم العربي يخلطون بين الزيت والخردل، ويرفعون المنصوب ويجرون المرفوع، يقولون لك في بيوت، يا أخي في بيوت، يقول لك لا يا أخي، الله يقول أذن الله أن ترفع، على كيفك هو. فماذا تقول بهذه الأمة؟ نعم، أنا حقيقة مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، يا سلام، ومهما طال عمر الفتى فلا بد من دخول القبر. والشيء بالشيء يذكر، ما دمنا نتحدث عن هذه اللغة، اللغة العربية الجميلة اللطيفة، لغة القرآن الكريم. يا أخي، هل تعلم أن ثمة 25 دولة في العالم العربي والإسلامي يكتبون لغتهم بماذا؟ بالحروف العربية. 25 لغة، واللغة لم تذكر في القرآن الكريم، بل بلسان عربي مبين. نعم. أو جاء بلسان قومه، ونحن للأسف في سبات.
للأسف. على درب اللي يمرون اريد اقعد وانادي. تنادي من؟ يا مسعد حظك قعد، هذه الامه، الامه العربيه. يعني انت الان بابيات شعرك قلبت، يعني قلبت جراحاتي والله. هذه الامه، انا الشمس حفظك في الله. جو العلوم منيره، ولكن عيبي ان مطلعه الغرب. ما يعني ما ماذا نقول عن هذه الامه؟ هذه الامه التي تخلت بعدما تحلت وتجلت، نعم، تجلت في مواقفها، تجلت بلغتها، يا سلام تجلت بقوميتها. يا أما سلام الآن عندما تخلت، ماذا حل بنا؟ يا الله. أرى غنما تأكل ما تهوى، وعزا بواد تطلب الماء لا تروى، وأشراف قوم لا يجدون قوتهم، وأنذال قوم تأكل المن والسلوى، وما أخذوا هذا بحبل سيوفهم، ولكن قضاها عالم السر والنجوى. صدقت والله يا دكتور، بعد هذه الإجابات العالية والدسمة لابد من استراحة قصيرة، بعدها نتابع في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام إلى فاصل ونواصل. أهلا بكم، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، وضيفنا من الدوحة عبر الإنترنت الكاتب والإعلامي القطري الدكتور عبد الله المرزوقي، والناقد أيضا والشاعر ومحب الشعر. وإن لم يكتب الشعر، ليس كل من كتب الشعر يسمى شاعرا، إنما الذي يتلقى الشعر ويحفظه ويشعر به شاعر كذلك. دكتور حبذا لو تحدثنا قليلا الآن عن دور المجامع اللغوية العربية ودور المناهج في إثراء فكرة العربية في نفوس أبنائها، تفضل. قد لكأت جرحا والجرح به ماذا؟ به دمامل. يا الله، والجرح به ماذا؟ دمامل. كما قلت لك، نحن إذا كان الشاعر الجاهل يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز بل كأس تسقني الحنظلي. بالعز كأس الحنظلي. نعم، هذا شاعر جاهلي، عنتر بن فما شداد. بال نعم، هذه الأمة؟ هل تعلم يا أخي العربي الكريم أن المجامع العربية كان لها دورها وكانت لها مكانتها، وأول مجمع لغوي تم إنشاؤه في دمشق عام 1919 قبل طامة العشرين أو ثورة العشرين، وأهل ثورة العشرين هم يعرفون هذا، خاصة ولا ثورة العشرين، أولاد العراق يعرفون ثورة ولا ثورة العشرين. صحوا وأب شلقوا بلاد الشام، سوريا، لبنان، الأردن، سوريا. نعم، المجامع اللغوية الآن وصلت تقريبا إلى كم، 14 أو 19 مجمعا. ما دورها الآن؟ هل تؤدي دورها الآن؟ أين دورها؟ نعم، دع عنك هذا، قل لا نريد أن نقرأ كتبا، لكن أين دور عندما كانت منظمة الإيسيسكو أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أيام شبابنا، أن كنا ما ندرس الابتدائية والإعدادية والثانوية وقبل دخول الجامعة، كانت هناك المناهج موحدة، ولم تكن التقنيات موجودة كالآيباد والآيفون والكمبيوتر، الكمبيوتر والآلة الطابعة. كنا نكتب بماذا؟ بأيدينا. وما من كاتب إلا ويفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا فلا تكتب تكتب بكفك يمينك غير شيء يسرك في يسرك القيامة في أن القيامة تراه. أن تراه. أحسنت. فماذا كتبنا لهذه الأمة؟ المناهج الآن كلها مناهج what could I have to do. شو تتكلم يا استاذي الفاضل اللي انت يعني الان تتكلم، يعني اللغه العربيه والامه العربيه والامه الاسلاميه، يعني هوسه وكل من الى دوسه. تفضل. يا الله، يقول قائل يا دكتور: نعم، محب للشعر كان ولا يزال، أو محبا للشعر كان ولا يزال، حتى لا تغضب،
لا أبدا، محب ومحبا، خليها حتى تستطيع أن تؤولها، ما الله يحفظك تخاف. يا دكتور، تسلم. يقول قائل إن الشعر غذاء الروح، كما نعم أن الكلمة غذاء للقلب، والكلمة فيها الخنجر وفيها الجوهر وفيها حسن المظهر، فالكلمات سهام، إما أن تكون سهام خير أو إما أن تكون سهاما قاتلة. عن نعم فكرة الكلمة، هذه الأمانة الثقيلة التي يحملها دكتور عبد الله المرزوقي ويحملها كثيرون، يعني أنا للأمانة ولا أجاملك، قبلت الكثيرين من الأدباء، من الشعراء، من الإعلاميين الذين ربما جمعوا بين الحسنين في علم الكلام، الشعر والإعلام، وكان كثير منهم يلحنون في الارتجال والمشافهة والمخاطبة طبيعي. والحديث، لكنني للأمانة ولا أجاملك ولا أحابيك لم ألمس لك ولا الله لحنا يحفظك. واحدا. هذا الحب العظيم ما بينك وما بين هذه اللغة ربما يقودك إلى كشف سر ما، وأنا أن تكشفه، تفضل. يا سيدي الكريم، لأنني أشهده وكفى به شهيدا، أنا لم أظهر على هذه الشاشة أم تلك الشاشة من أجل أن يقال بأن أن يشار إليه بالبنان أو كذا، لا أبدا. من طلب عزا بباطل أورثه الله ذلا بحق. يا الله، من طلب عزا بباطل أورثه الله ذلا بحق، ولكن عندما تطلب العز بالعز وتطلب الحق بالحق فأنت على حق، ولا وعلينا ألا نخاف وعورة الطريق نعم، وإن قل سالكوه. ألا لاحظ كم عدد من يتكلمون بالفصحى دون محدودون. لحن في القول؟ أصبح حتى خطباء المساجد رغم أن الوزارات تكتب لهم الخطب ماذا مكتوبة، وإذ به يقول إن الزلاعم والبراعم والرباطم، لا يفرق بين الربا عم والزنا عم والرباط، ويقرأ إن الزلاعم والبراعم والبراطم والرباطم. هذه حال الأمة، نعم. ماذا تؤمن من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟ يا الله، هم إذا ملوا منك فماذا تفعل بهم أنت؟ ولكنني رغم هذا كله لا نيأس من روح الله، ليس لها من يا دون سلام، الله كاشفة، سواء ليس لها من دون الله لحال كاشف. هذه الأمة، للغة هذه الأمة، وأمة هذه اللغة الإعلامية. نحن أصبحنا نعم، جئنا في زمن أصبحت لغة الحروب هي اللغة السائدة والقائدة في العالم كله. نعم، والآن ترى نفتح التلفزيون، بالله عليك هل هناك مسلسل أنت تتابعه؟ حتى الدراما الآن ليست بحاجة إلى من يكتب في الدراما أو فن الدراما، لأن الأمة الآن العالم كله دراما في دراما. للأسف. من أيام كورونا إلى يومنا هذا، بل من أيام 73 بعد الحرب 73، من الحرب الأهلية اللبنانية إلى يومنا هذا، والحبل على الغارب والليالي من الزمان حبالة، يلد من الزمان عجيب، كل عجيب. نعم، ولكن رغم هذا كله أرجع وأقول أنا على يقين، مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال عمر الفتاة فلا بد من دخول الكون. في منجم الألم ولكن الخفي مصاب، في منجم الألم الخفي مصاب، خشنت دقائقه فكيف يعاب، في كفه اجتمعت فواجع أهله، وسؤاله من هولها يرتاب، يصفر عود الوقت فيه، يصفر عود الوقت فيه، ولا يرى أثرا لمن تركوا المكان وغابوا، يبكي فيخضر التراب لجرحه، ورجاؤه أن تضحك الأبواب. متى ستضحك لنا الأبواب دكتور عبد الله؟ الحديث الآن عن دور يا المجتمع سيدي في الكريم، الحفاظ على اللغة يا العربية سيد الفصحى، تفضل. أخي الحبيب، أيها الشاعر المبجل، أيها الله الأديب يحفظك. الدبيب، وهي الأخ الإعلامي الحبيب، إذا كانت الأبواب اصفرت إياكم وصفر الوجوه من غير علم، يا الله،
إياكم وصفر الوجوه من غير علم. فعلا لكن ما الذي يردعنا، أو ما الذي يردعنا ويرجعنا إلى أصولنا وإلى أصلنا وإلى نخاء معيشتنا وعيشتنا وأصلنا وفصلنا وبقائنا؟ طوبى لمن كانت أمه عفيفة، أحسنت. طوبى لمن كانت أمه عفيفة، من تربى في حجر أم فأتت به قومها تحمله. هذا الكلام كلام ليس من عندي، كتاب الله قالوا في يا سورة مريم قد مريم. جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما وما كانت كانت أمك أمك بغية. بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال يا إني الله، عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، لم ولم يقل يجعلني بوالدي. جبارا عصيا. فإذا والسلام علي التاريخ يوم يعيد ولدت ويوم نفسه مت ويوم والأمم تعيد أموت. يا نفسها، سلام ولكن يا بشيء، سلام، بماذا؟ من التطور، جميل جميل. دكتور حبذا لو تحدثنا بشيء من باختصار التحضر. الآن، لكن حبذا لو تحدثنا باختصار الآن حتى ننتقل إلى محور آخر يتعلق بمنظمة إسلامية عريقة لها باع كبير في يعني خدمة اللغة والحفاظ عليها، لكن قبل ذلك وقبل الفاصل حبذا لو تحدثنا قليلا عن دور المجتمع في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى من وجهة نظركم، ما الدور الملقى على عاتق المجتمع؟ أعتقد بأن كثرة الاجتماعات والمنتديات واللقاءات والمحاضرات والزيارات لها دورها. الندوة والندوتان لا تكفي، نعم محاضرة محاضرتان لا تكفي، حلقة حلقتان لا تكفي، لا بد من سلسلة من الحلقات. من في أثناء الحوار أنت تستطيع أن تفرق بين المتحدث، لو جئت بضيفين تستطيع أن تميز بأن هذا عالم وهذا متعلم، نعم هذا فقيه وهذا سفيه، هذا يلحن في القول وهذا، ولا تعرف أنه في لحن القول. فعلا هناك منهم من هو أستاذ بارع في ماذا؟ في مؤلفاته. ولكن إذا ما جئت به وأتيت إليه ووقفت بين يديه، عل أو عسى أن ترى على يديه علما، تجدهم ليس هو وحده، بل هو ومعه ثلة أو جوقة، للأسف كأنهم خشب مسندة، للأسف. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، لأنهم لا يفرقون. والله يعني يا أخي، خطيب الجمعة عندما يقول لك نحن نقيم صلاة الجمعة بتسكين الميم، من الذي قالها؟ وأنت تقرأ القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا إذا نودي نودي للصلاة من للصلاة يوم الجمعة فاسعوا. جمعة نعم. فاسعوا، همزة وصل مو همزة قطع، يقول نعم. فاسعوا. يا أخي، أنا أتذكر الشيء بالشيء يذكر، كنت ذات يوم تفضل. في القاهرة وكنت أسمع وأستمع إلى ما بين الخطبتين، وأدب الخطيب، فكان معي أستاذ أزهري عليه رحمة الله، درسني وأنا طالب في الثانوية، فقال يا شيخ عبد الله قد نام، قال بالله عليك هل سمعت كلمة فصحى أو فصيحة أو دون لحن من الشيخ؟ قلت نعم، هناك كلمة فصيحة أجمع العلماء والفقهاء قديما وحديثا على صحة النطق والفقه. قال ما هذه الكلمة؟ قلت قوله صلى الله عليه وسلم، يا هذه سلام، الجملة الوحيدة التي نطقها نطقا صحيح. الحمد لله أنه نطقها بشكل صحيح. أضحك الله سنك دكتور عبد الله. والحمد لله لم يقل صنعم. متواصلون معك أكيد دكتور، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. دكتور عبد الله، الاعتراف بفضل ذوي الفضل من تمام الخلق، وهو دين معلق برقاب الرجال،
الذين يقدرون الرجال. الدكتور سالم بن محمد المالك وهو دكتور سعودي ويقف على شؤون منظمة الإيسسكو ونائبه من دولة المغرب الشقيقة الدكتور عبد الإله بن عرفة. هذه المنظمة منظمة الإيسسكو استطاعت أن تقدم أنموذجا عاليا شاهقا يعكس فكرة أننا أمة واحدة، أمة تجمعها العربية وينضم إليها كل من يحب العربية ويتحدث بها حتى تكون لسان المشرق والمغرب في آن وتتسع إلى الكثيرين. حبذا لو تفضلت يعني توضيح وجهة نظرك الشخصية عن دور الإيسسكو في دعم اللغة العربية التي في سبيلها ندافع ونعمل من أجلها. مقصرة؟ تفضل. مقصرة والله، ربما أولام أو أدان أو ربما يشنون علي حملة. أنت ترى الأمة مقصرة أم ترى المنظمة منظمة إيسسكو مقصرة؟ المنظمة يا أخي تسعى لكنها برضو مقصرة. أين المناهج العربية الموحدة؟ أين الآن؟ هل ترى منهجا عربيا موحدا في دولة عربية واحدة؟ قد يقول قائل أين أوجه القصور من المنظمة؟ يعني هل هناك شيء وسع المنظمة أن تنفذه فعجزت عنه؟ أو لم تفعله مثلا؟ والله أنا أعتقد هم سعوا جاهدين مجتهدين. نعم. ولكن ماذا يعني لا يعني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بين قوسين، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني للتعليق. هم يسعون جاهدين مجتهدين، حتى من زعل أخواننا في إيسسكو يسعون جاهدين مجتهدين، ولكن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. عليهم أن يسعوا. أنا أعتقد طيب لنكن إيجابيين بالطرح يا دكتور ونعتبرها مساحة من أجل تبادل الأفكار والآراء ومن أجل فتح الأبواب الشاسعة على أفكار قد تكون إيجابية وخلاقة. مثلا ما الذي تتخيله أنت وأنت الإعلامي والمدرب في مجال الإعلام والكاتب والأديب والناقد، ما الذي تتخيل أن الإيسسكو بإمكانها أن تقدمه؟ دعنا نفكر معا بصوت عالي. تفضل استاذي الفاضل. طبعا هي نموذج من نماذج المؤسسات الموجوده ولها كل تقدير واحترام. تفضل استاذي الفاضل. الان هذه المنظمه هي تحت مظله جامعه الدول العربيه ولا لا؟ نعم. طيب اين جامعه الدول العربيه الان؟ اين جامعه الدول العربيه الان؟ لكنها منظمة لها يعني دور قائم على فكرة اللغة بعيدا عن السياسة، قائم على فكرة دعم المناشط الثقافية في مختلف الدول الأعضاء. لكن من الذي يدعمهم؟ من الذي يدعمهم؟ هي مدعومة من الدول الأعضاء وأغلبها الدول العربية طبعا والإسلامية. يا سيد الكريم، علينا أن نكون منصفين وأن نكون صادقين وألا يرتابنا الخوف. السياسة للأسف تلعب دورها ولعبت دورها. أن الأسود إذا تولى أمرها راع فقد حشرت مع الأغنام. يعني الآن السياسة هي التي تمزق الأمم، تدخلوا في المناهج، تدخلوا في كل شيء. وهذا مما أين دور منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين دور جامعة الدول العربية؟ أين دور منظمة الإيسسكو؟ على كل حال هناك أمور وأمور مهما تحدثنا عنها وفيها ومنها وإليها، لكن لا حول لنا ولا قوة. طيب بعيدا عن منظمة بعينها أو مسمى منظمة بعينها، قريبا من التفكير العملي الإيجابي، إذا ما أردنا أن نستثمر في الحالة، نحن أمة استثمار لا هدم، وأنت كذلك، وأنا واثق من أن قولك فيما يتعلق بالإيسسكو أو غيرها من المنظمات أكيد هو من باب غيرة ورغبة بالتجويد والتحسين، تحسين العمل على مستوى الخدمات وعلى مستوى الأنشطة التي تقدم وربما المناهج. أنا واثق من صدق نيتك وجميل طويتك ولا أشكك في ذلك، لكن دعنا نتحدث عن فكرة استثمار القدرات. ما الذي يتخيله الدكتور عبد الله المرزوقي؟ ما هي بعض الأفكار التي ترى أنه من الواجب أن تكون حاضرة حتى نرتقي باللغة وأهلها؟ يا أخي لتكن هناك مثلا ليكن هناك مؤتمر يدعى إليه كبار المؤلفين والكتاب. يا سلام. في المجالات كلها، وندعو المفكرين في ماذا في المجالات الأدبية والسياسية والجغرافية والتاريخية
ومن لهم باع في ماذا؟ في التأليف، تأليف المناهج من كل دولة عربية وإسلامية. وتتبنى منظمة اليسيسكو أو جامعة الدول العربية تتبنى هذا الدورة، ربما سبحان من يحيي العظام وهي رميم. جميل، جميل جدا. يعني طيب ربما لا دعنا تخف سمعي الآن المآثير نكون الأولى. أكثر تفاؤلا ونتحدث عن تجربة دولة قطر في المعجم العربي، ربما كان لديك ما تود أن تقوله هنا، الحمد إلى لله، يعني جانب أن الآن هذه تتحدث لنا بشكل أنت عام أثرت عن النقطة التي فكرة تفضل أين فيها. نحن من المعاجم والمجامع اللغوية بشكل عام. تفضل. نعم، يعني سبحان الله، شوف قلب الحروف بين المعاجم تؤلف والمجامع. أي نعم تؤلف بين يعني الألوف وتنحني لها الأنوف. يعني قطر، دولة قطر أصدرت ثلاثة مجامع، يعني معاجم لغوية. أولا معجم الدوحة التاريخي، معجم لغوي ضخم من المخطوطات، عبارة عن أكثر من 100 ألف نعم، كلمة لك أن تتابع يا كتبها دكتور، هذه لكن حبذا لو المخطوطات. استرحت بجلستك تماما هكذا، تفضل. نعم. الشيء الثاني، هناك المعجم الثقافي القطري، وهو يهتم بماذا؟ يهتم باللهجة أو بالألفاظ القطرية. مهمة هذا المعجم الثقافي القطرية يهمه ويهمه من حيث الهم ومن حيث الأهمية في الوقت نفسه وذاته وعينه. يا سلام. ثم هناك المعجم الرياضي، وهو أول معجم عربي إنجليزي طبع في دولة قطر خلال سنتين، أو قل 3 سنوات، 3 معاجم في دولة قطر. نعم. وتعال الآن إلى مكتبة قطر الوطنية، كأنها مكتبة قرطبة أو مكتبة ماذا؟ بغداد. مكتبة كبيرة جدا بها 1,000,000 كتاب. وآخر مخطوطة وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مخطوطة ماذا؟ صحيح البخاري. يا سلام. كانت هي النسخة 1,000,000. لكن للأسف، هل وصل هذا العلم إلى الأمة العربية؟ أنا أعتقد لا، جعلوا في آذانهم وقرا، لكن طالما أن جعلوا هذا العلم أصابعهم وقف في على شأنه آذانهم. رجال يعني محبون منتمون باذلون قادرون، هذا إن دل يا من أخي المؤكد الحبيب، أنه إن دل على سيصل شيء. إلى يعني المعنيين يوما، ولا شك في هذا. أستاذي الكريم، من نعم الله على دولة قطر أن دولة قطر استغلت نعمتين، نعمتان مغبونتان دولة قطر حافظت عليهما، تفضل. حفظت هاتين النعمتين. وأما بنعمة ربك فحدث، واستغلت هاتين النعمتين، نعمة المال ونعمة العقل. استغلت نعمة المال، الآن تعال شوف البنية، من حضارة وتقدم وبنيان وعمران وجامعات ومبان وطرق وليس من باب المبالغة. كل من زار دولة قطر سيرى بأم عينيه ويشاهد التلفاز. ثم العقول، ولله الحمد، الآن دولة قطر بها خيرة العلماء من العالم العربي كله. فاستغلت دولة قطر واغتنمت هذه الفرصة وهذه هاتين النعمتين، فاستثمرتهما لبناء الإنسان وبناء الحضارة يا سلام. وبناء الإنسانية وبناء العلم وترميم جسور العلم وبناء وترميم ماذا؟ الجسور التي انقطعت أوصالها نعم. بين الأمة العربية والأمة الإسلامية، بل وبين البشرية كلها. ولله الحمد، سياسة دولة قطر، وهذه ليست مبالغة وليست رياء وليست خوفا، سياسة دولة قطر تقوم على ماذا؟ ثق بالمتدين وإن كان على غير دينك، نعم. ولا تثق بالمستخف وإن أظهر أنه على دينك. وعليك أن تساير وأن تجاير أحسنت صديقك كثيرا. وأخاك وشقيقك وعدوك، حتى تأمن الشر والمر والمرارة، وألا وأن نعيد على الأقل لهذه الأمة مجدها وكرامتها. نعم. أنت شايف الآن في من الذي يسعى إلى حقن الدماء في غزة وحقن قتل الإخوان الفلسطينيين المظلومين في غزة؟ نعم. دولة قطر تسعى بكل
جهد وجهد. نعم، هي وسيط أساس في معركة التفاوض، وهي معركة لا تقل عما يحصل في الميدان. أحسنت كثيرا دكتور بل هي عبد أشد الله. شراسة، نعم دكتور عبد الله، ختاما، جراحات السنان لها التئام ولا يلتم، وجرح اللسان، فما بالك بجراحات اللسان نعم والسنان. أكيد، ختاما دكتور عبد الله المرزوقي، الكاتب والإعلامي القطري والناقد المبدع والمتحدث المفوه ما شاء الله، نصيحة الله إلى يحفظك. كاتب مبدع وقارئ مطلع وأديب، نصيحة من قلب مجروح، ماذا تقول؟ والله ماذا يعني أقول عن هذه الأمة؟ يعني يكاد المرء أن يموت في كمده. نريد يعني نصيحة تفتح الأبواب على الإيجابية المرتقبة والمرجوة. إن الأمور إذا التوت وتعقدت، بل يا سيدي بلاش الشعر، خلينا شوي نطلع من الشعر، لا لا لا، أنا أريدك أن متعقد تظل في بعقدها. صلب الشعر، لا مانع لا مانع، لا مشكلة. أن الله الأمور يحفظك، وإن ببيت القصيد، أن الأمور ببيت وإن القصيد. تفضل أن الأمور إن التوت وتميز، وتعقدت مرة ثانية. نزل القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها فلعلها أن تنجلي، ولعل الذي عقد الأمور يحلها. يا ثم سلام، ماذا؟ أختم بهذه الآية الشريفة، وذنون إذ ذهب مغاضبا، فظن فظن أن أن لن لن نقدر نقدر عليه عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني إني كنت كنت من من الظالمين. الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يا هذا من سلام، باب التوكيد لا التأكيد، فلا نيأس من روح الله، ولا نيأس من رحمة الله، إنه لا يا ييأس سلام، من روح الله إلا القوم الكافرون. أحسنت. مهما طال الليل فلا بد من بزوغ الفجر، وأنا على يقين إن الفجر لآت، ولا بد من منقذ سينقذ هذه الأمة، بل البشرية قاطبة، إن شاء الله، لأننا خلقنا جميعا من أجل توحيد الله، مهما اختلفت الأديان والمذاهب والأعراق والأجناس والألوان والقارات، شرقا غربا شمالا جنوبا، تجمعنا كلمة واحدة، ولا بد من راية سترفرف براية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن المظلومين لهم ناصر سينصرهم رب العالمين. إن لله رجالا إن أرادوا أراد الله. إن الفجر لآت، وفي الإجابة البشارة الطيبة. شكرا لك دكتور عبد الله المرزوقي، الكاتب والإعلامي القطري. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الختام وبعجالة ماذا تود أن تقول؟ أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى لكم كل موفقية بإذن الله، وأتمنى أن أكون ضيفا ثقيلا، أو كنت ضيفا ثقيلا بالعكس، كجبل أحد كنت أو خفيفا جبل كالنسيم. الطائف أو جبل تهامة أو كجبل بني قبيس أو هذا. أتمنى أن أكون كريشتي نعامة على الأقل، بلاش نعامة يا أخي، ريشة هدهد سليمان على الأقل. غمامة خير، وأسأل هكذا أنتم و... دائما، الله أينما يحفظك، وقعت نفعت. شكر الله لك دكتور، سعدنا بك، وأتمنى ألا ينقطع هذا الحبل، وألا لن وأن ينقطع أبدا، يدوم سيبقى التواصل موصولا بيننا بإذن الله. شكرا إن جزيلا شاء الله. لك الإعلامي القطري الدكتور عبد الله المرزوقي، شرفتنا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم، ابقوا في أمان الله، إلى اللقاء.